أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراسكو أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا قد يستغرق من 8 إلى 10 أشهر، وأشار إلى أن هذه الفترة لازمة للمرحلة الأولية ولا تتضمن فترة التجارب السريرية. مراسلنا في موسكو زار أحد المختبرات وأعد التقرير التالي. التصدي لفيروس كورونا مهمة نصب أعين العلماء الروس. تتقاسم المختبرات الروسية المهمة وتعمل على إيجاد اللقاح. أهمية اللقاح في أنه يقي من هم عرضة لفيروس كورونا إن خرج من حدود الصين، أي أنه قد يقي الملايين، ووقاية الملايين أسهل وأكثر نجاعة من علاج الآلاف حسب المختصين. أصبح العلماء على علم بأن أعراض الفيروس لا تظهر على المصاب إلا بعد نحو أسبوعين، أي لا يكتشفها جهاز المناعة إلا بعد أن تكون قد تمكنت في جسم المصاب، حينها ينشط وبشراهة تقتل الفيروس وحامله أحيانا. عندما يستجيب جهاز المناعة يهاجم الفيروس بقوة أكبر من اللازم، حتى أنه يتلف الأوعية الدموية للمريض، فينزف الدم في أنسجة الجسم، وفي حال كورونا تتلف أوعية الرئتين فلا يستطيع الإنسان التنفس فيموت. يحد الحجر الصحي من انتشار الفيروس ويؤخر من تطوره، ما يفسح المجال الزمني أمام العلماء لإيجاد اللقاح ضده، ولكن الخطر ما زال قائما. إن انتشر الفيروس خارج الصين بشكل كبير في دول آسيا حيث مستوى الانضباط ليس على ذلك النحو، فسنواجه مشكلة حقيقية. يرى المتفائلون منهم أن المرض سينحصر في الصين، وبذلك ينتهي الأمر لسائر دول العالم، وتنهي الصين الأمر بحلول الصيف. ويعول المتشائمون على اللقاح إن انتشر الفيروس في العالم، فاللقاح بحاجة لأشهر، بينما قد يستغرق صنع الدواء سنين حسب المختصين. لكل داء دواء عند عالمه، من لم يكن عالما لم يدري ما الداء. يبحثون مع أقرانهم حول العالم عن طبيعة فيروس كورونا الجديد، ومن جد وجد، فما أن وجدوها حتى اختفى الفيروس كغيره من أسلافه. محمد حسن، العربي.